بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة الأكارم بكل خير مع سلسلة جديدة في فقه الشريعة الإسلامية. في هذه السلسلة نتحدث عن علم جديد من علوم الشريعة، وهو علم مقاصد الشريعة. في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى سنتعرف إلى مفهوم مقاصد الشريعة، وإلى أهداف تعلم مقاصد الشريعة. في البداية، ما مفهوم مقاصد الشريعة؟ ما معنى كلمة مقصد؟ المقصد في اللغة يعني الهدف، الهدف. فمقاصد الشريعة هي أهداف الشريعة. أي مشروع في هذه الدنيا يقوم به الإنسان لابد أن يكون هذا المشروع محققا مجموعة من الأهداف. فأنا مثلا لا أقوم بعمل معين إلا إذا كان لدي أهداف من وراء هذا العمل. كذلك لو أرادت جهة معينة بناء مدرسة لابد أن يكون لها أهداف من وراء بناء هذه المدرسة. قد يكون هذا الهدف لرفع مستوى التعليم في هذه المنطقة، أو قد يكون هناك هدف مادي محض. تختلف المقاصد من جهة إلى أخرى ومن إنسان إلى آخر. أبسط الأمور، أظن أن بعضكم يعمل في حقل التدريس، تقول الدرس الناجح هو الدرس الذي يكون له أهداف محددة، ويقاس مدى نجاح الدرس بمدى تحقق الأهداف في نهاية الدرس. هذه بالنسبة لنا نحن البشر، أهدافنا ومقاصدنا. كل واحد فينا له أهداف في حياته، أو مقاصد يريد أن يحققها خلال حياته. الإنسان الغير هادف إنسان فاشل لا ينجز. الإنسان الذي يبني حياته على أهداف ومقاصد هو الإنسان الناجح، الإنسان المنظم. هذه بالنسبة لنا كبشر. فماذا عن الشريعة الإسلامية؟ ما المقصود بالمقاصد الشريعة الإسلامية؟ مقاصد الشريعة الإسلامية باختصار، هناك تعريفات كثيرة وضعها العلماء لمقاصد الشريعة الإسلامية. حاولت أن أجمع بين هذه التعريفات لأصوغ تعريفا شاملا للمقاصد أو مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة هي أهداف الشريعة، أهداف الأهداف التي قصدها الشارع من وضع الشريعة. الله عز وجل عندما أنزل الشريعة على محمد عليه الصلاة والسلام كان يهدف إلى مقاصد معينة وأهداف معينة. ليس نزول الشريعة عبثا، إنما نزل لتحقيق مجموعة من الأهداف والغايات. هذه الأهداف والغايات هي مقاصد الشريعة. إذن مقاصد الشريعة هي الغايات التي قصدها الشارع من وضعه للشريعة. ليس هذا فحسب، وإنما المعاني والحكم المقصودة عند كل حكم من أحكام الشريعة. لا يوجد حكم من أحكام الشريعة وضعه الشارع إلا لحكمة وهدف ومقصد يريد أن يصل الشارع إليه، من أصغر حكم من أحكام الشريعة إلى أكبر حكم من أحكام الشريعة، كلها وضعت تحقيقا لأهداف معينة وتحقيقا لمقاصد معينة. إذن وكل هذه الأهداف لتحقيق مصالح العباد، تحقيق مصالح العباد سواء كانوا أفرادا
أو أسرا أو جماعات أو أمة أو دولة في هذه الدنيا وفي الآخرة. أجمع التعريف مرة أخرى لأذكره بعبارات مختصرة. إذا مقاصد الشريعة هي الغايات التي قصدها الشارع من وضع الشريعة والمعاني والحكم الملحوظة عند كل حكم من أحكامها، والتي تحقق مصالح العباد أفرادا وأسرا وجماعات وأمة في الدنيا والآخرة. هذا التعريف الذي اخترته في كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، وفي كتاب الثاني مقاصد الشريعة الإسلامية عند الإمام الغزالي الذي حصلت فيه على درجة الماجستير. إذن محتويات التعريف، محتويات تعريف مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة تتحدث عن الأهداف العامة التي جاءت الشريعة لتحقيقها، والتي تهدف إلى عمارة الأرض بالإيمان بالخير، إقامة نظام العدل، تحكيم الشريعة، تحقيق المساواة بين الناس، تعبيد العباد لله عز وجل، أن تكون الأرض محكومة لقوانين الله. هذه كلها أهداف عامة للشريعة الإسلامية. هناك أيضا أهداف في كل حكم من أحكام الشريعة. فمثلا إذا قسمنا الشريعة إلى أقسام، الأحكام الخاصة بالأسرة، هذه الأحكام جاءت لتنظم حياة الأسرة، فهدفها تنظيم حياة الأسرة. هناك أحكام جاءت لتنظم المعاملات المالية، لها أهداف ومقاصد. هناك أحكام جاءت لتنظم العلاقات الدولية، لها أهداف ومقاصد. هناك أحكام قضائية، لها أهداف ومقاصد. هناك أحكام جزئية، كل هذه التفاصيل سنتعرض لها أيها الإخوة الكرام في المحاضرات القادمة. أحكام جزئية أيضا لها أهداف ومقاصد. فالشريعة وكل ذلك من أجل مصلحتنا نحن البشر، أجل مصلحة العباد، سواء كنا أفرادا أو أسرا أو جماعات أو أمة، مصالحنا في هذه الدنيا ويوم القيامة. إذن هذا هو تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية.